وبديت في مشاريع خارج إطار المجموعة. لما جيت أسست أدفانتج عبد الوهاب كان عندي أنا أسميه إرث صغيرونه أقدر أرى. وشبكة علاقات يعني صار في عندك شبكة. طبعاً النتورك هي التاج على رأسك. نعم. النوهاو أو التكنيكال نوهاو اللي عندك هي أنا عسماوية هي إيدي اليسار اللي كنت أدخل فيها على الأوادم. نعم. المعارف بعدين قدرتك على التحاور مع الآخرين. ترى العميل شنو يبي؟ ترى العميل أنا بالنسبة لي أنا عد روحي كني دكتور نفس الطبيب. أنا لازم أتعاطف معاك أعرف مشكلتك. نعم. أنظر لك بالعين. نعم. أشوفك. خلينا ننتقل وياك من مشكلة العميل الفرد إلى مشكلة اقتصاد الدولة. يمكن يعني تقييمك اليوم وايد مهم للاقتصاد المحلي بالتحديد، خاصة بعد يعني الثورات الأخيرة. يمكن أنا وغادة في برنامج تول الليل ناقشنا في حلقة سابقة الثورات اللي صارت مؤخرا في الشرق الأوسط، شلون ممكن تستفيد منها الكويت وشلون ممكن تتضرر منها الكويت. فتقييمك للسوق الكويتي وتداعيات الأزمات الأخيرة. والله يا عبد الوهاب يعني هو من وين تبيني أبدي لك؟ احنا عانينا كثير من أزمة مالية انهكتنا. يظل هل انهكتنا الازمه الماليه عفوا؟ يعني دائما التصاريح الرسميه من الحكومه تقول ان احنا الكويت من اقل دول العالم تضررا في الازمه الماليه. لا لا، من المؤكد انها انهكتك، لان انا اقول لك شيء، القطاع الخاص عندك تاثر بقوه وانضرب في الظهر مثل ما يقولون. لما جات فقاعه الرهن العقاري من امريكا كلنا في 2007 في الربع الاول كلنا قلنا اوه بعيده علينا يمكن ما توصلنا. كانت مدة تسونامي وصلنا وبسرعه. يعني على الربع الثاني أو الثالث من 2007 كانت أوريدي الشركات الاستثمارية متضررة. لما يتأثر عندك قطاع رئيسي مثل القطاع الخاص يمثل لك عمود فقري ثاني يمك يا قطاع حكومي، من أكيد تتأثر. حتى لو كنت أنت سوق ثري بأمواله أو سوق ثري بأصوله، من المؤكد أنه يتأثر باللي التأثير الأجوف أنا أسميه الببل اللي صارت وانبطت مع الشركات. نعم. التأثر هذا اللي تكلمين عنه أستاذة صفاء، هل هو نتيجة طبيعية للتسونامي رهن العقاري اللي تكلمين عنه اللي بدأ من أمريكا؟ نعم. ولا سوء الإجراءات الحكومية لحمايتكم كقطاع خاص؟ يعجبني أنك أنت قاعد تأخذ مني الإجابات بصيغة أسئلة ربع ربع. أنا هذا اللي بقوله. أجين أرجع وأقول مثل كويتي قديم، إذا علتك في بطنك عمر جسدك ما يشوف عافية. أنا عندي مشكلة، أن عندي قوانين ما زالت أو لم تفعل حتى الآن. عندي قوانين، قانون الخصخصة، قانون هيئة سوق المال اللي يقر بعدها اللائحة التنفيذية، وهذا راح نيجي فيه، بس أنا قاعد أعطيك التاريخ الهيستوري له. لما تكون عندك يكون عندك قانون لمستثمر أجنبي متخوف إنه يدخل عندك. اليوم كنا في اجتماع على موضوع الأوفست، وكان يقول لي واحد من الأشخاص يقول لي كثير من المستثمرين الأجانب يخاف يدخل، لأن أنتم تشترطون أن الملكية الأكبر تكون للوكيل المحلي، أنه ما يقدر يكون ياخذ قرار وغيره وغيره. هذه القوانين اللي لم تفعل، إحنا اليوم نحكي، أنا معاكم اليوم تونا نحكي عن تطبيق للائحة تنفيذية لهيئة سوق مال، ومع ذلك ما زال إلى الآن أشوف نزيف غير مباشر في سوقي الكويت الأوراق المالية. أشوف صغار مستثمرين متأثرين، أشوف أسعار نفط تطلع بالعلالي ولاني قادرة أحاول أجذب هالشيء. كاش ريتش ماركت صح، أسواق الخليج ما تأثرت؟ لا تأثرت، كنا ظلينا نقول وصدقناها، وأسواق الخليج ما تتأثر بالأزمة المالية، تأثرت. جات الظروف السياسية زعزعت لك كثير من الأشياء. إذا تطبيق القانون بحذافيرة مع شفافية مع التأكيد على الحزم، أنا هذا حلي. نعم. هذا الحلول. بس كتقييم حق سوق الكويت، الاقتصاد الكويتي، شنو تقييمه؟ طبعا يعني اذا انا بكون صريحه اليوم، انا مو جايه اليوم عشان اعطي مكياج على كلامي او اني اعدل فيه. اللي قاعد يحصل لخبطه في لخبطه، اعلانات وهميه عن صفقات. وطبعا الله يسامح، يعني يمكن واحده من الاشياء اللي انا اقولها وهذا رايي الشخصي، صفقه زين ما ساعدتني، صار عليها كلام وايد، صار فيها شد وضرب وكلام كثير تعبني أنا. بسبب من؟ الأطراف المالكة للشركة. زين؟ مو بسبب الأطراف الإعلانات الوهمية اللي ذكرتيها. ما هذا هو أنا من أقصد. أنا لما أقول أطراف أنا أقصد يا عبد الوهاب الناس اللي تملك الشركة. يعني اللعب في التصريحات، الكلام اللي يذكر، التواريخ اللي تقدم. يعني أنا أتكلم كنا في نوفمبر
ويطلع لنا واحد من الأخوان من عائلة الخرافي يقول لنا الإعلان في آخر شهر 2 عن إذا الصفقة ستتم ولا لا. زين وهالأربع شهور يظل السوق ينزف فيها. أنت شلون تضرر؟ شلون السوق تضرر بسبب هذه التصريحات؟ طبعا مضاربات وهمية، صار في عندنا صفقات تتم تحت الطاولة، صار في مضاربات على أسهم بأسعار معينة عشان ترتفع، بعدين صار الإعلان الكبير على موضوع التوزيعات هذه، وهذه كانت احنا عارفين أصل التوزيعات هذه من وينيات، صح فرحت ناس بس بالمقابل بعد أنت تتكلم عن شفافية وهذه ما كانت موجودة. إذا أنا تقييمي، أرجع لسؤالك لما تقول لي ما هو تقييمك للسوق، أنا محتاجة حزم أكثر من الهيئة. أنا عندي هيئة سوق مال، أحلم بيوم تكون عندي هيئة سوق مال تجادح راس براس أسواق المال أو الهيئات اللي في العالم. يا ريت، ماكو شيء ينقصني، عندي العقول، عندي القدرات، عندي الأدوات المالية الصح، وأنا دولة ثرية، ثرية بكل شيء مو بس بالفلوس. إيش اللي يمنع؟ رحم الله والديك، أنا هذا سؤالي. هني إي الحزم في صاحب القرار. أعطيكم مثال، أنا عندي رئيس مجلس الوزراء وتحته فريق خاص فيه. لما طالبنا من 3 سنوات أو 4 يمكن ساعدوني على لأنه يكون لازم خلال الأزمة المالية، قلنا لازم يكون عندنا نائب رئيس مجلس وزراء لشؤون اقتصادية، محتاجين. أنا واحدة من الناس اللي يعني حفى لساني قبل لا تحفي عيني أو إذني، وأنا أقول لازم يكون عندنا نائب رئيس مجلس وزراء لشؤون اقتصادية. صار عندنا، إيش طالبت فيه عقبها؟ طالبت بمجلس أعلى الاقتصاد. أنا عندي مجلس أعلى البترول، عندي مجلس على التخطيط. أنا في خضم أزمة مالية محتاجة تخطيط مالي، تخطيط لبنية تحتية، وتخطيط في قطاع خدمات وتنمية بشرية. أنتوا شبابي شنو أشوفكم بعد 10 سنين و20 سنة؟ عيالكم شنو اللي راح، شنو اللي أبيه لهم؟ أنا هذا اللي أبيه. دخلت في ترهات لما تكلمت في الموضوع وقالوا لي أنت كذا، واتجاهك مع فلان أو اتجاهك مع علان. أنا اتجاهي كويتي صرف 100%. أنا مثل ما قلت لكم أطالعكم أنتم شبابي. أنا لما حاضر في جامعة الكويت ولا في جامعة الخليج، أنا طالع عيون عيالنا شنو يبون وشنو اللي أنا ممكن أحققه لهم. واحدة من الأشياء اللي حرتني وقارتني أن أنا للحين ما عندي مجلس أعلى الاقتصاد. تكلمنا عن خطة التنمية، حكيتوا عن خطة التنمية، حطيتوا لها جدول وحطيت... قبل لا أدخل في خطة التنمية، لا ما راح أدري أنا تصير وأرجع مرة ثانية. يعني أستاذة صفاء، سمعنا بعض من تصريحات الشيخ أحمد الفهد وبعضها يعني يعطي دفع للقطاع الخاص بأنه راح يكون شريك أساسي في خطة التنمية الخاصة بالدولة. نعم، شنو ما أخذك على هذه الخطة؟ أولا خليني أكون واضحة أخت غادة، إن إيدي على كتف الشيخ أحمد. من المؤكد هو بداها بخطوة ويعني أخذ المبادرة في رعاية خطة التنمية من الألف إلى الياء لتنفيذها، هذا شيء يشكر عليه. لكن دائما الطريق إلى الجنة معبد بكثير من العقبات، ماني قايلة يعني يمكن، لكن من المؤكد أنه طريق صعب يتكون من عوامل كثيرة. إحنا هني كقطاع خاص إحنا ما زلنا نئن وتعبانين، ونطالب مع الحكومة نقول استخدمونا في على الأقل أداة تفكير لكم. لما يا شيخ أحمد تفائلنا خير، كونه شاب يافع ذكي عارف يعني يمكن أساسيات الصنعة اللي عنده بإيده، لأنه هو يمسك قطاع غير عادي في ظل وجود أزمة مالية، في ظل وجود نزيف غير مباشر في سوقك الأوراق المالية، فبالتالي مسك هذا الشيء ومسك معاه شؤون التنمية ومسك معاه شؤون الإسكان. هذا الشيء إذا ما كان متزامن معاه في خزان تفكير يفكر يمه، عيونه الثانية إحنا نقول في خلف الرأس، إذراع ثانية يفكر معاه، ما راح يقدر بروحه. هو حاليا اللي قاعد يصير لما حط خطة التنمية، أنا بالعكس حبيتها وفرحت فيها وسعيدة فيها، بس لي عليها ما أخذ. من البداية صنعنا العربة وبعدين قلنا نسينا نسوي لها عجلات. مصادر التمويل تكلموا عليها بعد 4 شهور أو 5 شهور من الإعلان عنها والموافقة عليها. أنا عتبي على اللجنة المالية في مجلس الأمة لما أنتوا أقريتوا خطة مثل هذه، مصادر التمويل كان لازم تكون واضحة. البنك المركزي عبد الوهاب، إحنا كنا في الاستراحة نتكلم، البنك المركزي من بداية الأزمة ضخ أموال للبنوك لدعم الاحتياطي عشان تقدر تمول البنوك. هذه كانت خطوة استباقية من المؤكد، وخطوة ذكية من البنك المركزي. أنت عندك البنك المركزي سلطة قوية، سلطة رقابة، حبل ملفوف
على رقبة البنوك ويقدر يراقب الشركات الاستثمارية ويقدر يراقب. طيب دام بادر البنك المركزي، ليش ما اعتمدت خطة التنمية على تمويل البنوك؟ أنا هذا بالنسبة لي هذا كمان سؤال مبهم وعندي عليه علامة استفهام كبيرة. أنا ليش ما عندي مجلس أعلى الاقتصاد إلى اليوم؟ نعم. طيب شنو وجهة نظر الحكومة يعني في هذه الجزئية اللي إحنا اليوم حنتساءل عنها؟ شنو وجهة نظرها؟ ليش ما تبي تعتمد على البنوك المحلية؟ أنا قطاع خاص يا عبد الوهاب، تسألني أنا ما عندي منفذ أعرف شنو الحكومة قاعد تفكر فيه، بس أنا اللي قاعد أشوفه هرم قاعد يتحرك بدون أي، إحنا نسميها منارة، كأني سفينة وأنا ضايعة في البحر. أنا أبي أشوف وين في بتحرك وين أبي أروح. الحكومة إلى الآن مبهمة في أمور كثيرة في خطة التنمية، جدول تفصيلي، الأولويات، شنو مهامي أنا، تنمية البشرية، أنا ما أبي أقول بعد المصلحة. أيضا لكم دور بأن أنتم تسدون النصح، يعني الخطة موجودة ويعني أنتم أيضا قائمة عليكم. غادة في أحد سمعنا؟ قلنا وطلعنا في الجرايد وطلعنا بوسائل الإعلام وكاني أنا اليوم معاكم قاعدة أتحجى. أنا قاعدة أقول يمكن لما تكون بصورة مباشرة أكثر كاقتصاديين والبلد راح تبني عليه. قلنا قعدنا في ندوة جمعية المحاسبين وقلنا يات الله يذكرها بالخير ويسامحها دكتورة رولا دشتي، وقعدت ودافعت دفاع المستميت عن الشركات اللي بتطرحها خطة التنمية المساهمة والمملوكة للدولة وتطرح للاكتتاب للمواطنين على كلير بالانس شيت مثل ما سمتها. هذا الشيء احنا ضده، سويتوا دراسات ما سووا دراسات جدوى. أنت تكون يعني هناك مؤسسات أو شركات حكومية المواطنين يملكون فيها 50%، هل هذا خطأ؟ لا، هذا شيء يفرح الناس. لا، حلم جميل ظاهره جميل وحلو لكن باطنه ملبد. لأن أنا اللي أقصده واللي أقوله لما أنت تطرح 50% من هذه الشركات للاكتتاب العام للمواطنين، أنا ما أقولك لا، بالعكس هذا شيء ومنفع لهم، بس أنا بعد عندي شعب عطيتها وايد، أنا بالمقابل أبي عمل، أبي جدية. هذا شيء عندي مفهوم ثاني. مصادر التمويل أنا إلى الآن ما زالت عندي مبهمة. عندي شيء ثالث ومهم يا جماعة ولازم نفهمه ونعيه، واحدة من الأشياء اللي أعاني منها كل يوم كم الإضرابات اللي أشوفها مطالبات بزيادات، زي المقابل شنو الإنتاجية؟ إحنا مو نعاني مع موظفين دولة، هي نفس الإنتاجية ما صارت، بس الزمن يتغير. أيضا الزمن يتغير مو بالمطالبات يا غادة، بالإنتاج، بالعمل. أعطيه توصيف وظيفي الآدمي، خلي ينتج خلي يشتغل. ترى أنا حتى على الموضوع الرئيسي، لأن أنا ودي أرجع على موضوع الخطة، أرجع مرة ثانية على موضوع خزان تفكير يكون يمي. الشيخ أحمد إلى الآن واللي قاعد نشوفه يعني، وما قصر أبو فهد وقاعد يطلع بتصريحات ويعطيني إياها معبقة بالجمال والتفاؤل، لكن لما يجي أتكلم على أرقام أنا ما شفت شيء إلى الآن، ما شفت شيء يرضيني، أنا ما شفت شيء يرسم لي سياسة واضحة للثلاثين سنة القادمة. أنا ما حكي عن خطة تنمية 3 و4 سنين، أنا طالعة 30 و40 سنة. أنا بيفتح كتاب تاريخ بعد 40 سنة عيالنا وأحفادنا يقرونه، كانت خطة التنمية كيت 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 طلعت الكويت من إلى. هذا أنا ما شفته إلى الآن، أبي أرسمه لنا، أبي أرسمه لشبابنا وعيالنا. أنا ما أبي أتكلم كلمة شباب وشباب وتصير كلمة مطاطية، بس هذا اللي أترياه من عقلية شابة استلمت عندي نائب رئيس مجلس وزراء لشؤون اقتصادية. إذن أنا أطلب الإنتاجية منه هني إنه يفكر معانا وينادينا، مو أنا، مو شرط، لا ينفهم الحين على وسائل الإعلام إنه يتكلم مع قطاع خاص. تقرير المحافظ البنك المركزي لأمس أنا بالنسبة لي مثلي علامات خطر. شنو تقريره؟ المؤتمر الصحفي. المؤتمر الصحفي اللي عقد. لما يتكلم عن نسبة التضخم راح ترتفع من 6 إلى 8% ب 2011. لما يتكلم عن لما نسأل، لمجرد أن ينسأل هل في خلاف بينك وبين الشيخ أحمد فيما يخص خطة التنمية وتمويلها، لما هذا ينذكر أنا بالنسبة لي كقطاع خاص جرس إنذار في شيء. تشوفين أن في خلاف بين الشيخ سالم ولا كان ما نذكر بصراحة؟ إيه واضح واضح. هذا اللي أثر على تمويل البنوك لخطة التنمية كثير. تذكرون ندوة الأخ حمد المرزوق لما سووها اتحاد المصارف وتكلم فيها؟ يعني تخيلي كان دون كيشوت شايل سيف ويحارب لشيء المفروض انه هو اي بي سي في العمل التنموي في تمويل اي خطه تنميه. احنا سباقين، احنا بين دول الخليج دول سباقه، احنا وايد سوفيستيكيتد في ادواتنا الماليه، في تفكيرنا الاقتصادي، في التخطيط المالي. قالها الاخ حمد، وحمد لما قالها وبتفصيل وذكرها، اكد عليها محافظ البنك المركزي. عقب ما قالها المحافظ البنك المركزي أكد عليها أكثر مرة، سكت عقبها. طلع لنا أمس في المؤتمر الصحفي وقالها نسبة التضخم تزيد عندك، بعدين على فكرة جايك في الطريق ارتفاع أسعار نفط،
هم دير بالك ارتفاع الأسعار مو شيء بوزيتيف، دائما يكون بالسلب. أنا ترى شخص متفائل يا جماعة، ودائما أنظر.